الباكيت حتى مزيانه ولكن في الحلان مشكله. واش هذا احسن اختيار لولدي؟ ويلا سونترال جدد الحليب يوشتيس وهكذا احسن. وهذا ساهل في الحلان والسدان. دابا عاد لقيت حليب يوشتيس زوتي الفيتامينات او تي 3. ساهل اكثر في الاستعمال باليد والخلاقه اللي فيه. الوحيد اللي موجود فيه الفيتامينات ا والدي 3. الحليب يوشتيس سونترال الجديد ما كاينش بحالو. من اجلكم سنترال جدد الحليب UHT.